تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. الموضوع موجود على القناة في كوميونوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول: العادات والتقاليد الوطنية يرثها الآباء والأجداد عن الأبناء والأحفاد. العادات والتقاليد يرثها الآباء والأجداد عن الأبناء والأحفاد. أحسنتم، خطأ. العادات والتقاليد الوطنية يرثها الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد، وليس الآباء عن الأبناء. أتكلم مع زملائي في القسم بالفرنسية فقط. أحسنتم، خطأ. مع زملائي يمكن أن أتكلم بالعربية، الفرنسية، الأمازيغية، ليس بالفرنسية فقط. مواصل: لا أمارس الرياضة المدرسية جماعيا. أحسنتم، خطأ. الرياضة المدرسية تمارس جماعيا. الحايك هو لباس تقليدي جزائري. جيد، صحيح. أتسامح مع صديقي إن غضب مني. أتسامح مع صديقي إن غضب مني. أحسنتم، صحيح. نراجع: العادات والتقاليد الوطنية يرثها الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد، وليس الآباء والأجداد عن الأبناء والأحفاد. خطأ. أتكلم مع زملائي في القسم الفرنسية فقط. خطأ. أمارس الرياضة المدرسية جماعيا. لا أمارسها جماعيا. خطأ. الحايك هو لباس تقليدي جزائري. أتسامح مع صديقي إن غضب مني. التمرين الثاني: املأ الفراغ بما يناسب. أجدادي، المجتمع، الاختلافات، قوات الأجيال، تطوري. التنوع الثقافي هو الموجودات. أحسنتم، هو الاختلافات الموجودات. هو الاختلافات الموجودة بين أفراد، أحسنتم، المجتمع. والتي ورثتها ما الذي ورثها؟ أحسنتم، الأجيال. عني، أحسنتم، عن الأجداد. أجيال، عن الأجداد. نراجع: التنوع الثقافي هو الاختلافات الموجودة بين أفراد المجتمع والتي ورثتها الأجيال عن الأجداد، وهو عامل، أحسنتم، قوة للمجتمع ونهضته أحسنتم، وتطوره ونهضته. نعيد قراءة الفقرة: التنوع الثقافي هو الاختلافات الموجودة بين أفراد المجتمع والتي ورثتها الأجيال عن الأجداد، وهو عامل قوة للمجتمع وتطوره ونهضته. التمرين الثالث: اذكر عناصر الهوية الوطنية. الهوية الوطنية تتكون من أو تحتوي على ثلاث عناصر. الأولى، العنصر الأول، أحسنتم، الإسلام. عناصر الهوية: واحد، الإسلام. اثنان، أحسنتم، العروبة. ثالثا، جيد، الأمازيغية. عناصر الهوية الوطنية: الإسلام، العروبة، والأمازيغية. التمرين الرابع: اربط بين جزئي الجملة المتكاملين. لدينا جملة جزئي متكاملين، نربط بينهم. اللغة العربية، اللغة الأمازيغية. أعتز باللغتين العربية والأمازيغية لأنهما جزء من هويتي الوطنية. هي اللغة الرسمية الأولى، هي اللغة الرسمية الثانية. إذا اللغة العربية هي اللغة الرسمية
أحسنتم. الأولى اللغة الأمازيغية، جيد، هي اللغة الرسمية. الثانية، أعتز باللغتين العربية والأمازيغية لأنهما جزء من هويتي الوطني. إذن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى، اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية الثانية. أعتز باللغتين العربية والأمازيغية لأنهما جزء من هويتي الوطني. الوضعية الإدماجية، باعتبار أن الإنسان يعيش مع الجماعة، لهذا من الواجب احترام الآخرين مهما كانوا مختلفين ويتعايش معهم في محبة وأخوة. سؤال: اذكر ثلاث تصرفات تدل على تعايشك وتقبلك للآخرين. باعتبار أن الإنسان يعيش مع الجماعة، لا يعيش وحده، لا يعيش منفردا، يعيش مع الجماعة، يجب عليه احترام الآخرين الذين يعيش معهم مهما كانوا مختلفين ويتعايش معهم في محبة وأخوة. سؤال: اذكر ثلاث تصرفات تدل على أنك تتعايش معهم. مثل أول، أحسنتم، أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي. أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي. إن كان زميلي رأيه مخالف لرأيي يجب أن أحترمه، وإن احترمته دليل على أني أتعايش وأتقبله. ثانيا، أتسامح مع صديقي إن غضب علي. أتسامح مع صديقي إن غضب مني أو علي. ثالثا، التواصل مع أصدقائي من أنحاء الوطن. التواصل مع الوطن. نواجه التصرفات التي تدل على تعايشك وتقبلك للآخرين: أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي، أتسامح مع صديقي إن غضب علي، ثالثا أتواصل مع أصدقائي من أنحاء الوطن. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.